مشاهدي مقشف سي في، مرحبا بكم في بلاغ جديد للمديرية العامة للأمن الوطني. اليوم الأحد 30 غشت 2020، اضطر مفتش الشرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بالمدينة تفلس يوم الأحد لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف 3 مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضيات تتعلق بالاحتجاز المقرون بمحاولة الاغتصاب. وأفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت صباح نفس اليوم بإشعار حول تعرض سيدة للاحتجاز المقرون بمحاولة هتك العرض باستعمال العنف من قبل 3 أشخاص، تربطها معرفة سابقة بأحدهم قبل أن تسفر عملية أمنية ميدانية عن توقيف 2 من المشتبه فيهم بمنزل بحي الأمل بنفس المدينة، وذلك بعد أن أظهروا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة. اضطر أمامها مفتش الشرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك بالشكل الذي مكن من ضبط المشتبه فيهما. وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل. إذن مشاهدي مقشف تي في، هذا الحادث لوقع في مدينة تفلس اللي معروفة بالهدوء والهدوء ديالها والصغر الحجم ديالها، حتى الكثافة السكانية ما كايناش، ولكن للأسف وقع هذا الحادث. الحمد لله كاين الأمن عندنا في البلاد، كاين رجال الأمن اللي تدخلوا يعني ولو أنهم شهروا السلاح ولكن بدون استعمال ديالو، فقط باش يحدوا من الحركة ديالو وباش يتمكنوا من إلقاء القبض عليه. فكان هذا بلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني، تحية لهم وتبارك الله اليوم على المجهود ديالهم، والله يحفظهم لوليداتهم والله يحفظهم لهذه البلاد السعيدة. تبارك الله عليكم مشاهدي مقشف تي في، ونهاركم مبروك.